طب ايه وجهة نظرك؟ ما استنيتش ليه؟ انت ماشي كويس وفي نادي كبير ومتجوز واسره مستقره والمدام معاك بالنسبه لها هناك كويس وقاعده بتقنعك، ليه عاندت يعني؟ لا ليه عاندت بجد يعني. انا لما بقول ان انا بجد عندي مشكله ان انا بحب نادي الزمالك، انا ما بقولش ده لمجرد ان انا في التلفزيون، والله العظيم انا بجد عندي مشكله ان انا بحب نادي الزمالك. والوقت ده فضلت مصلحه النادي على مصلحتي، ان نادي الزمالك كان بيكلمني من 2006. لما 2008 وصل الناس كلموني وخلاص، كان في الحاح غريب ان انت تبقى موجود وان هم مصورين لك ان انت المنقذ بتاع النادي. لو خلاص الزمن رجع بيك، لو الزمن رجع بيا كنت، لو ما كنتش حاجه طبعا كنتش هتيجي. ما كنتش حاجه، ندمان يعني؟ طبيعي يعني. انا مش عيب ان انت تقول انت ادمان، لان انت في عوامل كتيره جدا جدا بتصور لك دوت وبتثبت لك ان انت كنت غلط ان انت جيت. كان ممكن